استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيفان فلوريس رئيس مجلس نواب تشيلي، وعرب الرئيس عن التطلع لتطوير العلاقات ما بين مصر وتشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية. ومن جانبه أشاد رئيس مجلس النواب التشيلي بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.